السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدر تعمل فيديو احترافي جميل جدا من خلال الموقع دوت هيجن. ممكن تقول له مثلا عايز ابدا من خلال تمبليت او افاتار او فيديو. طيب هقول له مثلا عايز اعمل فيديو زي دوت. Stop tedious searching and come to بيبدا يورهولي. لو عجبني هقول له يوز ذس تمبليت وابدا انا اديله الكلام اللي انا عايزه وهو يبدا ان هو يقوله. الشخص ده يبدا يقوله تمام. طيب هنا بيقول لي عشان انت فري هيبقى في ووتر مارك موجوده، انما لو بفلوس هتبدا ان هو يشيل لك دي 24 دولار في الشهر. طيب انت بقى تبدا تكتب الكلام اللي انت عايزه بالشكل دوت وتقول له شغل. Hello world, how are you? Are you good? Are you good? وبيقول لك ان هو شخص يبدا يتحرك ووجهه يتحرك وجسمه كله يتحرك لما تبدا تعمل الفيديو. وطبعا الفيديو بيبقى طبقات، انت ممكن تيجي على طبقه منهم وتبدا ان انت تقول له خليها مثلا فوق. فلو انت عايز مثلا كلمه جوجل تبقى فوق الشخص بالشكل دوت، وتقدر تلف طبعا يعني، لان ممكن الفيديو بيبقى فيه كذا حاجه ورا بعض وانت عايز تعيد الترتيب بتاعهم، فمفيش اي مشكله خالص. ولو عندك ملف صوت وعايز تركبه على الفيديو بتقول له هنا اديو سكريبت وترفع الملف، او انت تسجل بصوتك هو يبدا بقى يظبطه مع الفيديو. طيب ممكن نقول له بريفيو فيبدا يوريك الفيديو هيبقى عامل ازاي. يقول لك افاتار انيميشن از افيلبل افتر سبمشن. Hello world. How are you? طيب بعد ما اتاكدنا ان الفيديو شغال ممكن بقى يقول لك ايه سبميت، فيبدا يعمل لك الفيديو. تقدر ان انت تعمل له داونلود وتقدر ان انت ترفعه بعد كده على اي موقع، بس خليه يقول كلام مفيد يعني معلومه طبيه معلومه علميه اي معلومه او نصيحه او اي حاجه انت عايزها. تقدر تيجي هنا تغير الاسم زي ما انت عايز.